السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيب قلبي عاملين ايه؟ احنا السلام النهارده عليكم، جايين عاملين ايه بتحدي اخباركم؟ جديد ويا رب ما بتدينيش يعجبكم. فرصة، هقول المقدمة بتاعتي الأول. قولي طبعا يا اختي. احنا النهارده جايين بتحدي جديد ويا رب يعجبكم. اتفضل بقى. لا مش هو، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. معلش بس استحملوني اليومين دول عشان زوري تعبني جدا جدا جدا، جدا وهي عاملة معايا واجب وعاملة لي كبدة عامله له بالشطه بقى بالفلفل. بالفلفل. ايه والفلفل النار يا حبيبي نور، مش قادره اقول لكم على الفلفل. واحنا معانا ايه؟ انت شربت؟ انا هشرب كمان. اللو ده معانا طبق الكبده الجميل ده بالفلفل الحار، ماشي، واحمد نفس النظام هي طبق كده رز، بتبخر على فكرة. طبق الرز وطبق المخلل. هل بقى احنا ما عملناش سلطه ليه؟ ليه؟ علشان السلطه فيها خيار، علي والخيار لما اللي يتاكل تفسر. مع الكبده هيدي طعم زفار، فانا عشان كده ما رضيتش اعمل سلطه، فقلنا نجيب بقى مخلل. مصر بلد العجائب يا جدعان. ايوه في ريال بلد العجائب. فاحنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا التحدي ونقول يا رب اكسب. يا رب ما تكسب. انصحك والنصيحة لوجه الله ما تاكلش شغل فلفل. الفلفل نار. شكلها تكسب عشان مش عارف ابلع. هسه بقى بدأنا حاجة. نطلع الفرصة. امبارح كسبتني. امبارح كسبته في تحدي على يوم احمد في ريال، عشان شكلي ده منزله على شطارة، مش عارفة لسه. هشوف انا منزله فين، اظبط نفسي كده الاول. سبب مزيان لا هتكسب يا بسامي. نفسي يا عسل. صدقني بتاع السلطة بقى. سلطة؟ عندي سلطة. أجيب لك؟ عندي هذه السلطة من التلاجة يا سيدي. عندي السلطة بتاعت امبارح. احنا كنا عاملين الفراخ. الحمد لله لحد دلوقتي ما بقاش ايدي ولا نزلت. مش حراق اللي اكلته لحد دلوقتي، مش حراق. مش حراق ده، نور ده، مش قادره ابلع. عشان حتى واحد من الشنطه التانيه اللي متبرده. ربنا كرمني هو اللي ما بيني لحد دلوقتي. احسن لك بقى ما تاكلش التاني خالص. قلت هات ما تخافش. هات قرب يا ياسين. هلقيت ولا ايه؟
هدوم لو عجبتني. لو عجبتك انت واكل منها امبارح اصلا. دلوقتي بعد ما بات. التحدي ده. التحدي اللي احنا نايمين فيه ده. طيب الأرز يطلع حلال. كوتش مخلل. ده ولا شغال شو على الاكل عشان واحد اساسا ايه؟ بس بتسمع الكلام انت ايه؟ تسمع الكلام دي ليا؟ دي ليا؟ الفان قدام الناس وطلعت ليه؟ لا دي ليا. هو قال لي ما بتحطيش ليا على الكبده. احمد اصلا لما كل اكل عليه ليا ولا مش ليا ما بيفهم، ما عرفش يفرق. انا بس لما بيشوفها قدام. انا اصلا مش حتى ليا. هو بيقول لي دي ليا، لو طلعت ليا هديله اللي هو عايزه قدامكم. دي ليا انا. تشجع كده في ايه؟ بس ما فطرش عمال يقول جعان جعان. تبدا تاكل في مخلل؟ بقول المخلل كده يفتح نفسه في مش عارف. عمده في الاكل كتير وبحس لو مش بيقبلها. كسبت يعني ولا ايه؟ من اللي اكلك الفان؟ ما تخلص يا احمد. اقدر والله. بوظ الفيج على فكره. انا قلت لكم اعذروني وانا جاي على نفسي كده انا باكل. وتعمل فيك عقاب وعقاب جامد على فكره. لو انتوا متضايقين مني انا باكل بالطريقه دي انا مش قادر بجد معلش هطلعها بقى يوم لوحديها. يوم ما تطلع هي وسامية. حلو كده؟ طب انا راجل. انا رخم؟ يعني كلمة رخم دي قليلة صراحة. ربنا ما يحرمني من تشجيعك ليا. اشوف على طول مشجعاك وزي ما انت مشجعني بالظبط. خلاص انت كسبتي. انت وقفت يعني؟ مش قادر والله، ما مش قادر اتبلها. كنت قلت لي ما كناش عملنا التحدي. معلش استحملونا حقوق عليا المرة دي.
خدي. لا ما شاء الله. طب ما تعالج انا. انت كملي اكل. وانت اول اللي قدامك خلص؟ المفروض انا يعني زوره وجعني تحس بيا. حس بيا، حس بك ربنا. هي كذبت يا جماعه. عايز يطلع على الكنبه. اجري. اطلع اجري. خلاص انا اكلت. خلاص يعني؟ ما لسه جعان. بيقول لك هو عايز يقوم. بس انا سافعت طاوة. عقبة دي بقى لو ما اكلتش وبوظ الفيديو. مش قادر والله. شو قلنا؟ انا ما فطرتش من الصبح. انا قلت لك ما فطرتش من الصبح عشان حاسس ان ما فيش حاجة بدأت تتبلع. البلع عندي صعب شوية. ما اديها شاي. الشاي يخفف دول. موجود. استاذنكم يا جماعة بقى يكمل الفيديو. الله اكبر. الله اكبر. الله اعظم على الظالم. المفتر وابن الحرام. الظالم بتزيد عليها. هو انا بكلمك انت؟ انا بقول على الظالم، الناس الظالمة يعني. انت ظالم؟ لا خلاص انت كده خلاص. المغرب ايه ده؟ انت هتعودي تاكلي للسحور. ابتدي بنفسي. لا اهو. لا انا بسيبك مع العيال. كلي كلي كل. ولا كل ولا خلينا اكلت ولا اي حاجه. الله اكبر الله اعظم. نرجع بعد الاذان. يرضيكوا كده. احمد بوظ لي الفيديو. قال انا تعبان ومش قادر وقام يشرب سجاره. تعبان ومش قادر قام يشرب سجاره وقال لي كملي الفيديو بقى لوحدك وانا مش عارفه اعمل ايه. وقام ولا خلاني اعمل عقاب ولا اي حاجه. بيقول لي مش عارف ايه. جت سلمى بقى قعدت على رجلي. قلت له يلا نطلع انا وسلمى وخلاص. سلمي على الناس. سلمي. قولي لهم ازيكم. ازيكم ازيكم. انا جاي اخدم عندكم. ينفع كده سلمى واللي بتعمله انا اطلع اشتكيلكم منها؟ تقف على التسريحه وتاخد الروج وتبهدل بيه هدومها وتبهدل وشها تعمل بقى ايه؟ اسد كده. ايه؟ ايه تعملي بيه؟ بصي مكسوفه. يلا اتكلمي مع الناس. اتكلمي. اتكلمي. ابوكي بوظ لنا الفيديو. ابوكي بوظ الفيديو. بس انا هنزله عشان انا بتعب في الحاجه وبحط ماما اشخاص على حاجه. فانا هنزله يعني هنزله. هو حلو قوي كده. ان شاء الله نعوضه لكم في الفيديو الجاي واعمل لكم في عقاب جامد عشان هو طلع يجري. قام قال انا مش قادر وطلع ايه. وطلع يجري دخل البلكونه. يلا قولي للناس باي. قولي لهم باي. كلميهم. طب الاول كلمي الناس الاول. قولي لهم باي. قولي لهم باي. يا بنت بصي هنا. بصي هنا يا سلمى. بصي في الكاميرا. بصي في الكاميرا هنا. قول لهم باي. قول لهم تعالوا. لا قول لهم باي. باي. بصي بقى هنا. باي. قول لهم باي. انا جبت لكم بقى سلمى بدل احمد. البطه دي الله اكبر عليك. بصوا وشها عامل ازاي من الرج. يلا يا حبايبي بقى عشان ما اطولش عليكم في الفيديو الخربان ده. مش عارفه فيديو ايه اصلا. انا مش عارفه هو فيديو بيتكلم على ايه فاهميني. فانا مش عارفه انزله ازاي ومش عارفه اكتب عليه ايه اصلا. فيلا بقى نشوف ربنا يسهل بقى. احمد بصوا ريحه السجاير. فربنا يسهل بقى ايه اعوضها لكم في الفيديو الجاي في المره الجايه ان شاء الله. واعمل لكم في عقاب جامد جدا ان شاء الله. انتظرونا. ومعلش يا حبايبي ما تزعلوش مننا عشان بس احمد تعبان شويه. يلا يا حبايبي قولوا لهم باي. قول لهم باي. قول لهم باي عشان نقفل. يلا يلا قول لهم باي. باي.